واحد هنا في الصلاة يا أمين، لازم تدوري عليه وتصحي يكون في بدية في الضمارة حسن الإيمان. دوري وقال مين اللي حيدور؟ الأستاذ علي. معنا واحد هنا نايم عشان كده بغنيه، دوري كده كويس يصحيه وتدي الضمارة. دور مين يا يا اخي؟ ده شكله بتاع سياسة، شكله بتاع سياسة، وكل بتوع السياسة بقوا لابسين نظارات يبصبصوا في الأربعة. لا يا أمان، ده مش نايم يا اختي، ده مفتح قوي قوي قوي. مين ده؟ الراجل مفتري. ده بقول على الراجل دوت اللي نايم، لا والله كلهم صحيين اللي هنا قدام. لا احنا هنكمل وهتعرفي من اول، صعبة شوية مش كده؟ ده خلاصة ومش خلاصة، والتحت البر لا فالح بالدراسة ولا يشوف له عمل، نايم ويصايع ويضايع ومش فالح بالدراسة. وألجي يا فول، كلنا من حي اللي ألجي، بس في واحد عندهم صايع وضايع ونايم وما بيشتغلش، لازم تدوري عليه. مين يا اختي؟ ده الراجل عامل بقى كده زي فريد شوقي، ابو علي بقى يا اختي. لا بقول لك واحد نايم وصايع. مين مالك يا امالي؟ بقول لك صغير بتاع البسبوسه كده قمر زي احمد اللي معانا اللي نايم هنا. ده الراجل كبير قوي يا اختي زي بابا عبده، بقول لك نايم. مين مين ده الراجل الشايب ده؟ شايب من كتر ما شايب بقى هنا في البلد، وده شايف اكتر لما رقصتي يا امان. هو صغير ومتدلع ومتدلع ماما، عارفه ايه كمان يعني؟ ولازم تعرفيه، عارفه بقول لها ايه لماما؟ ان كنت يا نوس امي عارفه حكي دمنا يا فندم، ولا ما تروح له بالبلد يا نونو البنت عارفه حكي دمنا ده أبدا، ولا الدبغة ما تروح له بالأسد. أنا بقول لك أفندي، ده أنت بتدوري على راجل ظلباطة، في راجل متجوز وفي شعر يا أختي، ما هي مراته كاتمة على نفسه كمان لسه واحد، لو مش عرفت هنمشي على طول. مين يا أختي؟ ده الشاب الحنين ده مش نايم يا أختي، ده شكله بتاع بيتي بتاع كرواسون الصبح. مين ده؟ بتاع مظاهرات يا اماني اللي قاعد هنا. فعشان كده اقول لها يا استاذ علي خلاص مش هنقول، هنروح على طول. مين يا استاذ علي؟ انا بقول لك صغير، ما هو طلبات من ورا مراته، بصي عليه كمان يا اماني. اماني وبس، الرقص وبس، حكونا وبس، نفتحها وبس، كنا بس من القشطة والعسل.